يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أو يستدل بقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الحق من الشيطان، ولذلك فيجوز قد أخذ الحق. الحق؟ نعم. إيه؟ قد أخذ الحق من الشيطان، ولذلك يجوز للإنسان أن يتلقى العلم عن كل أحد إذا اقتصر على أخذ الحق وترك الباطل. سبحان الله، أبو هريرة ما أخذ هذا عن الشيطان، إنما أخذ هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صدقك وهو كذوب. أبو هريرة أخذ هذا عن الرسول، ما أخذ عن الشيطان. نعم.